السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ الله يعطيكم العافية. اليوم طبعا التقينا بأفضل يوتيوبر يمني على الإطلاق بصراحة، من ناحية الطرح اترككم من عدد المشتركين ولا من عدد المشاهدات، يعني من جهة الطرح، من جهة الأسلوب، من جهة الكلام، من جهة اختيار المواضيع، من جهة توصيل الرسالة بصدق وأمانة إلى أصحاب المسؤولية. فاليوم في ضيافتنا الأستاذ أحمد علاو، حفظك الله يا أستاذ أحمد، وكانت فرصة سعيدة يا أستاذ أحمد. نسالم دحين نسالم صح؟ شرفت الله يسعدك والله، أقسم بالله. الأستاذ أحمد، أنا لا أخفيكم سرا، أول ما بدأنا في اليوتيوب يعني استفدنا منه كثير كثير جدا، من أسلوبه، من مواضيعه، من كلامه، شيء يعني صراحة جميل جدا. اي والله. الأستاذ أحمد، يعني نبغى نتعرف عليك يا أستاذ أحمد. حياك يا غالي والله. اسمك الكريم. يا حامد عتبيعوه نبيع لك ما مشكلة. أستاذ أحمد، اسمك الكريم. أنا اسمي أحمد علاو. الله يحييك يا أستاذ أحمد. متى بدأت في اليوتيوب؟ الفكرة في آخر 2017. الفكرة كيف يعني خطرت بالك؟ الفكرة بأحد الأصدقاء الله يفتح عليه، كان وليد مثقال، كان مع لديه قناة، طرح علي الفكرة، قال ما رأيك أنت يعني قادر أنك توصل رسائل ومعك لسان يعني تقدر تتحدث، فتح لك قناة. هو سوى لي القناة بنفسه، وديت له الإيميل وفتح وجهز وداها وقديم فعلها الأرباح ما شاء الله. صراحة ما شاء قال الله. لي اشتغل، وأنا ما كنت صراحة في البداية كنت متساهل جدا، يعني لأنه كنت أقول كيف يعني بأرباح، بس كان دائما يديني النصايح لا تيأس، استمر. فأنا استمريت بقرابة الشهرين، يعني طلع لي 20 سنت، تخيل يعني في شهرين $5 20 سنت في الشهرين هذه، ولكني استمريت يعني. فأحيانا نشوف اليوتيوب حتستمر، ولكن يجي فجأة يطلع لك فيديو صحيح. فيديو واحد، فيديو ينتشر يطيرك، هو الذي يرفعك الفيديو هذا. صدقت، يعني الموضوع لا تيأس. نعم. بعض الشباب مثلا يفتح قناة، رسالة إلى بعض الزملاء أعرفهم أنا، يعني يقول لك عندي مواضيع مهمة بس ما بنزلها إلا إذا عندي مشتركين كثير. أقول له نزلها وهي اللي بتطيرك لفوق. واحد فيديو زي ما قال واحد من المصريين، استمر ولا تيأس، حتى لو معك 200 مشاهدة. ولا لا سيد أحمد؟ أكيد أكيد. ويجيك واحد استمرار. شوفوا في الأول والأخير اليوتيوب هو استمرار، عبارة عن فكرة. إذا ما عندك أفكار ما تقدر، لأنه البعض يتردد، عنده لسان، عنده معدات، عنده بس ما عندها الفكرة. أهم حاجة في اليوتيوب هي الفكرة. إذا أنت لما تتابع العديد من الأشخاص تشوف أن أنت متميز في شيء، ممكن الفكرة هي أهم حاجة، كيف توصل الرسالة، كيف توصل شيء. لأنه الكثير حاول أنه يشتهر لسنوات، لا ما مش فايدة، ما مش فايدة. وبعضهم في شهرين ما شاء أيوة الله بعضهم ما ويصعد إلى القمة هكذا، وحظوظ يعني. طيب يا أستاذ أحمد، والحسد يعني إذا شيء تشتهر لا تحسد شيء، والله العظيم أي واحد حسد والله ما يشتهر. هذه أنا أدي لك الصد. صح صدق. ولا مثلا بعضهم بيجلس يراقب، الله فلان مع 100,000، فلان عنده مليون، ما بيشتهر شيء هذا أبداً. أبداً والله ما يشتهر واحد حاسد، أنا أحلف أي واحد، لأنه الإنسان صار الغبطة ممكن تغبطه، تقول اتمنى ان يكون زيه يعني، ايوه زي كذا، لانه انا كنت اطلع اسود قوي، انا نشيط، كاميرتك مجامله والله. لا بس تعرف مع الشمس ايوه كذا، يا خلي كذا اقل شيء نشوف الصلاه. استاذ احمد، ايش قصه التحول من رياضه الى انا؟ طب